في الجميع ويغفر للجميع. انا عارف ان كل الناس مستنية اقول مصير الاستاذ عبد الناصر زيدان وايه الحكاية. من واقع المعايشة مع الاستاذ عبد الناصر زيدان في هذا الامر، احنا لما النيابة العامة بتطلبنا للتحقيق في بلاغات مرتضى منصور ضدنا بالروح وتعظيم سلام، ونحترم النيابة العامة ونحترم النظام القضائي المصري ورجال النيابة العامة فوق راسنا، بنروح مش ما بنروحش، بنروح. مرتضى عنده الحصانة من عنه يروح، ماشي. وكان عبد الناصر بيتردد على نيابة الهرم عند عبد العزيز بيه عثمان رئيس النيابة وقبلها محمد بيه صلاح، بيروح يدلي بأقواله وفي أي بلاغات وحاجات بالشكل ده، والبلاغات يا بتنزل جلسة يا بتتحفظ، يا ما بنفهمش في القانون، احنا مش خبرات يعني. فعبد الناصر راح الفترات الماضية وكانت النيابة العامة مأمناه والدنيا تمام. امبارح عبد الناصر راح، كان باقي 45 بلاغ من ال 60 بلاغ اللي كان بيتحقق معاه فيهم او اللي تم فتح باب التحقيق فيهم. علم الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بان عبد الناصر بيتحقق معاه. بعت رجاله المحامين الاستاذ محمود خالد وشريف حسين واخرين يعني، ووحيد صلاح ابن اخته ومجموعه الى النيابه. طبعا لا يتدخلوا في التحقيق. النيابه العامه طلبت تعزيزات امنيه وراحت عربتين شرطه، وعبد الناصر راح له برضه، الناس اهله واصحابه وحبايبه وقفوا، كانت الدنيا في توتر، لكن كله التزم بضبط النفس واحترام القانون. خلص عبد الناصر، القرار طلع بتاع معالي رئيس النيابه عبد العزيز بيه عثمان او نيابه الهرم ب1000 جنيه كفاله عن كل قضيه، اللي هم الباقيين كل الباقيين ده واللي فات تقريبا، راحوا اسم الهرم عشان يسددوا الكفالة احتراما للقانون. تم تسديد الكفالة ثم تم تحرير محاضر كيدية ضد عبد الناصر زيدان. الناس تروح تقول والله ده عمل لي، ده سوالي، ده كذا كذا. الهدف هو الإبقاء على عبد الناصر زيدان في الاسم، والهدف هو منع خروجه بعد سداد الكفالة. ثم تقدم محامي مرتضى منصور لاسم الشرطة أو للجهة الأعلى منه في الشرطة يعني، اللهم صل على محمد، أحكام غيابية ضد عبد الناصر زيدان بغرامات مالية، مش عارف إيه اللي في محكمة الويلي، إيه اللي في التجمع، إيه اللي في الاقتصادية في المعادي، إيه اللي في مدينة نصر، يعني في أماكن غيابية مش كده. وعاوز أقول هنا حاجة، أنت من الفروسية في الخلاف ان تبقى راجل لراجل والمسائل واضحة، لكن انت خبرة في القانون، انت تفهم مني اكتر مني في القانون، فانت بتروح تعمل لي في اماكن انا ما اعرفهاش عشان تاخد عليها حكم غياب. طب ايه الشطارة في انك خدت حكم غياب؟ يا جماعة بعد اذنكم عايزين بس لايكات وشير للفيديو عشان يتثبت وعشان نعرف نكمل اللايك ويوصل لاكبر قدر ممكن. استأذنكم لايكات للصفحة وشير للفيديو ولايكات للفيديو عشان نثبت الفيديو ونعرف نكمل كلامنا، لأن يعني الواحد أصلا طالع ويعني لسه مخنوق يعني. لكن ربنا سبحانه وتعالى عنده العفو، ربنا اللي عنده العفو، مش عند بشر، ما بنطلبش حاجة من بشر، بنطلبها من القوي القادر، من القوي القادر. فبعد إذنكم بس لايكات للصفحة وللفيديو وشير للفيديو بعد اذنكم. المهم نكمل كلامنا مع حضراتكم. الناس اللي معانا هنا وخريجين حقوق ورجال قانون او قضاه او محامين عارفين اللي انا بقوله، وهم خبره اكتر مني مليار مره طبعا في المسائل دي. فلقى في احكام جايه ان عند السيد رئيس المباحث المحترم، فوريها للدكتور كمال شعيب محامي الاستاذ عبد الناصر زيدان، فقال له دي معانا شهادات بالاحكام ديت اهيت بالبراءه والحاجات ديت. يعني في احكام كانت حكم درجه اولى بالحبس زي القضايا اللي كانت في دار السلام، ثم تم المعارضه فيها او الاستئناف او ما اعرفش بيقولوا عليه القانوني، وخد فيها براءه ومعاه شهادات بيها. ثم في احكام تانية بغرامات غيابي هو ما يعرفش عنها حاجه، كان في الوقت ده وفقا لرجال القانون، ما دي غرامات وده سب وقصف، مش جنايات، مش مخدرات، مش قتل،
مش اي حاجه وحشه مخله بالشرف يعني، مش اي حاجه وحشه مخله بالشرف يعني خالص خالص. كان ممكن يروح خلاص يدفع الكفاله بتاعه القضيه بتاعته يروح بيته والمحامين ياخدوا اجراءاتهم في هذه الامور، لكن قالوا لا لازم الاحكام ديت الغرامات دي تسدد والقانون بيقول كده وده حق الدوله. ممكن ابقى انا بتكلم في روح القانون، لكن خلاص ماشي. قام المحامين بتوع الاستاذ عبد الناصر ومحامين الدكتور كمال شعيب والناس اللي في مكتبه المحترمين الاستاذ اسلام وغيره واخرين باللف على 5 أو 6 محاكم الصبح سددوا الغرامات اللي هي بها احكام غيابية. وحصلوا على الشهادات اللازمة اللي بتقول خلاص ان الاحكام دي اهو عرضنا عليها او دفعنا الغرامات بتاعتها وبقينا ابيض يا ورد، ما عندناش حاجة تانية. البلاغات بقى الكيدية، اي حد بيعمل بلاغ كيدي بيبقى واضح للسادة في جهاز الشرطة العظيم المحترم اللي بنحترمه ونقدره ونقدر بطولاته ان دي مسألة كيدية، وبيبقى واضح للسيد معالي وزير الداخلية ان دي بلاغات كيدية، وبيبقى واضح ان ده راجل اعلامي وله اسمه ومذيع والتنكيل بيه كده يعني ما يرضيش ربنا. ف دلوقتي وانا بكلمكم دلوقتي بقالهم ساعتين قاعدين بيضاهوا تطبيق. انا بقول الكلام ده لان في ناس مسؤولين وصلها المعلومات غلط، كبار مسؤولين وصلهم معلومات غلط ان لا عبد الناصر ده عليه قضايا كتير ومش عارف ايه وكلام من ده واللي وحبسه، لا ده مش صحيح، كلها قضايا الاستاذ مرتضى منصور مش قضايا حد تاني. ومرتضى منصور شئت ام ابيت دي لعبته، القانون ده لعبته. هتيجي تقول لي طب بتقف قدامه ليه؟ بنقف قدامه عشان احنا ناس اصحاب مبدا، عشان ناس دعاة للاخلاق، عشان ناس بيقول ما ينفعش الغلط ده، عشان دي مهنتنا، عشان ناس عندنا كرامه، ما ينفعش نتشتم بام واب وما نردش، نبقى نموت احسن، يبقى نموت وندفن احسن. وهتيجي تقول لي ما انت مش عارف تاخد منه حق ولا باطل، اقول لك طب هو النادي الاهلي القلعه الرياضيه العظيمه برموزه العظام بجماهيريته وشعبيته اللي بتوصل ل 60-70% من مصر، عارفين ياخدوا حقهم؟ طب الكابتن حاطب الجرف عرف ياخد حقه من السب والقصف اللي بيتعرض له؟ لا. ليه؟ لان في حصانه. طب احنا خلاص ملناش ديه، وين حد بيحمينا غير ربنا؟ فانت هتيجي تقول لي طب ما تسكت، هقول لك يا سيدي الحديث بيقول لما بيقول له يا رسول يكون المؤمن كذا يكون كذا يكون جبانا، قال لهم قد يكون، ايكون كذابا لا يكون. فوارد ان في ناس بتسكت وبتتصالح ماشي وبتشتغل معاه وبتقبض لان ما تقدرش تواجه، لكن احنا غير. وجي النهارده عرض بالمصالحه من احد المقربين من مرتضى منصور ان عبد الناصر يعتذر ويخرج، وعبد الناصر زيدان رفض. قال اعتذر على ايه؟ اعتذر على ايه؟ انا عملت ايه عشان اعتذر انا؟ اعتذر على ايه؟ احنا بنتشتم وبنتهان والدوله ما بتجيبلناش حقنا. والدوله هنا مقصود بيها مجلس النواب اللي بيرفض رفع الحصانه عن مرتضى. مش لينا احنا، لمصر بحالها. للخطيب والنادي الاهلي. للاعلامي الكبير الاستاذ عمرو اديب وزوجته مدام لميس الحديد. ليه محمد بيل امين رئيس مجلس اداره الوطن والسي بي سي سابق؟ الدنيا بحالها. كل ما لمجلس القضاء الاعلى برضو رفض رفع الحصانه عنه. فانت تيجي بقى على عبد الناصر وابو المعاطي وبعض الشامتين يشمتوا، يقول لك هيحبسوكوا وهيعملوكوا وهيسووكم، اما الناس التانيه مش عارفه تاخد حقها. طب احنا ميزتنا ايه؟ ان احنا صامدين. صامدين على ايه؟ على الرد على الغلط بس. أنا لا أخوض في الأعراض ولا أخوض في السمعة ولا أقترب من البيوت نهائيا، لو هموت مش هعمل دول خالص. والفيديوهات موجودة، وحتى هو لما الشريط طلع ذهل إن أنا ما بعلقش عليه، أنا مش بتاع ده، عمري ما أقرب من المناطق دي ولا أقرب من البيوت ولا أقرب من البيوت. طب اللي بيحصل ده إيه؟ هو تلاعب بالقانون وتعطيل للقانون، ينكل بنا باسم القانون.
ينكل بنا باسم القانون، ويتم منعنا من القصاص باسم القانون والحصان. ممدوح بيه عباس والحاج مجدي العتال واحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق وكله، احنا محض صحفيين، اتنين صحفيين او ثلاثة او خمسة او عشرة او عشرين، بنتشتم كل يوم ونتهان كل يوم، وبيتم التشكيك في وطنيتنا كل يوم، ولا احد يستطيع او يجرؤ ان يقول له عيب او ما يصحش، او حد يقول له لا ده قضايا التخابر دي بتعملها الاجهزة الامنية مش الافراد. مش ما بقاش لاقي حاجة، خلص بقى كل الكلام اللي قاله وكل الشتيم. والنهاردة التهديد جاي لي، خلي بالك هم عرفوا بيتك الجديد، وهتلاقي اتنين ستات يرمي بلاهم عليك وانت مش قده وانت مش عارف ايه، وتصالح احسن ومش تصالح احسن وكلام من. يعني هو ما ينفعش حد في مصر كلها يختلف مع مرتضى؟ ما ينفعش حد في مصر كلها يقول لمرتضى انت غلط في الحتة دي وصح في الحتة دي، وغلط في الحتة دي وصح في الحتة دي؟ خلاص خلاص، لازم الكل يبقى تحت رجلين مرتضى، لازم الكل يستخبى من مرتضى، لازم مفيش واحد يبقى صاحب رأي حر، لازم مفيش واحد يقول له والله انت غلطان في ده. انا مش مع الشتيمة، مش مع الشتيمة ولا مع السب، مش مع الشتيمة ولا مع السب، ولا مع السخرية من احد، ولا مع معايرة احد بأي شيء فيه. كلنا سواسية امام الله، وربنا خلقنا درجات، واي مهنة شريفة مهنة شريفة يتكسب من حلال، ما هياش حرام. الحرام انك تعمل المحرمات اللي ربنا قال. فالفكرة ان النهاردة خلاص ما بقاش في حد يجرؤ يقف قدام مرتضى. فدلوقتي خلاص كل حاجة، يعني انا وانا خبرة في القانون، انا يا راجل اعلامي ودي شغلتي، انت بترفع علي قضايا وبتجيب احكام غيابية، ولما بروح الاسم بطلع الاحكام الغيابيه، راح الراجل المحامين سددوا الاحكام الغيابيه دي ماشي، وجابوا شهادات بكده، قاعدين بقى في الاسم. طب القعده النهارده تعني ايه؟ تعني البقاء الى يوم السبت المقبل او الخروج اليوم، وهنعمل ايه؟ هنحقق في بلاغات كيديه ماشي. طبعا في ناس بتتكلم لمرتضى، واسم مرتضى مش شويه اسمه، اذا كان بروح يشتكي رجال النيابه والقضاه مش هيشتكي ضباط الشرطه؟ وكتر الف خير ضباط الشرطه فوق راسنا، ورجال النيابه فوق راسنا، بيروح يشتكيهم، بيروح يشتكيهم. والناس اللي اعتذروا لمرتضى وصالحوا مرتضى انا لا الوم عليهم، واحد هي هي زي هيتن بقى طول عمره كده، اهو بيصالحوا وبيشتغل معاه وخلاص. بس ألوم عليه لما يشتم زميله أو يتأمر على زميله اللي هو مختلف مع مرتضى. يعني أنت خلاص، أنا زعلت امبارح وهو بيهاجم كابتن خالد الغندور رغم إصابة بنته، ربنا يشفيها له ويبارك له فيها يا رب، حاجة سيدنا النبي زينة، وهو بيقول ما تجيبش اسم سيد عبد الحفيظ على القناة بتاعتي. راجل قام بظرف إنساني، وخالد رد عليه من منطلق إنساني أو من منطلق تقريب وجهات النظر ووقت فتنة وروح أخوة ومحبة ونتنافس بشرف في الملعب. فاروق جعفر نفس المسألة. إذن اللي بيشتغلوا مع مرتضى، مرتضى عاوزهم كلهم كوبي منه، يختلفوا مع من يختلف ويحبوا من يحب، وما يبقاش الواحد فيهم رأي. أنا صعقت وأنا بسمعه بيقول أمير ابني زي أحمد منسي. أحمد منسي أيقونة، أحمد منسي شهيد، شهيد لبلد. ابنك ربنا يبارك لك في عمره، ده ابنك شغال في الكورة واستقال من الشرطة، لكن ده واحد ضحى بروحه عشان بلد، ده واحد رأت أجهزة الدولة المعنية إن ده لازم يخلد، واللي زيه مش أمير ابنك، اللي زيه أصحابه اللي استشهدوا. النهاردة أيقونة بهذا الشكل، أب أنا أسويها بمشرف على الكرة؟ ما ينفعش. ده راجل ضحى عشان بلد. ابنك حتى لو بيضحى عشان الزمالك ده موضوعه. لكن أنا أجي أقول إن أمير مرتضى زي أحمد منسي وفلان الفلاني زي هشام عشماوي؟ لا طبعًا. لا طبعًا. أحمد منسي رمز عظيم لمصر.
رمز عظيم لمصر وجيش مصر وشهداء مصر ولكل من ضحى من أجل مصر، اللي لابسين البدلة الميري، اللي لابسين البدلة الميري سواء شرطة أو جيش أو أجهزة أمنية. ومحمد مبروك رحمة الله عليه كان أمن دولة ولا أمن وطني. فأي حد من دول هم اللي يتساووا بأحمد المنسي، زملاء الشهداء، حتى لو عسكري زي علي علي رحمة الله عليه وكل زمايله، هم دول اللي يتساووا بالمنسي. لكن ابنك ده راجل مشرف على الكورة، ربنا يبارك له في عمره، ما يتساويش بأحمد منسي. وأنا لما بقول ده أبقى بقلل من قيمة أحمد منسي، أبقى بهد هذا الرمز، أبقى بجيب هذا الرمز لتحت. قارن ابنك بأي مشرفين تانيين على الكورة، مدراء كورة. لما نقول كده نتشتم، ولما نقول كده يتم التنكيل بنا بدعوى القانون، وهو يشتمنا ليل ونهار. مش هقول يا جماعة الشتائم اللي انتوا بتقولوها دي، أنا مش هقول الشتائم دي، أنا ما بشتمش، ومش هقول الأوصاف دي. كل واحد بيبقى حابب ابنه، وكل واحد عاوز ابنه يبقى أحسن حاجة في الدنيا، لكن مش لدرجة أحمد منسي. قارنه بسيد عبد الحفيظ، بكابتن طارق سليم، بكابتن محمد رمضان، بكابتن وائل جمعة، بالناس العظام اللي تولوا منصب مدير الكورة في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك، إسماعيل يوسف، ما أعرفش جمال عبد الحميد. قارنه بأي نجم اتولى هذا المنصب، بوليد صلاح في الاتحاد السكندري، لكن لا تقارنه أبدا بشهيد وأيقونة مصرية ضحى من أجل الوطن عن رغبة. أصبح حلم كل الشباب، هل حلم كل الشباب في مصر والعالم العربي إنهم يبقوا زي أمير مرتضى؟ لا طبعا، ده راجل مشرف على كورة، وابنك خريج شرطة وشغال محامي وكلام من ده، رغم إن إحنا عمرنا ما شفناه في المحاكم ولا شفناه في قضايا. لكن كارثة إن ده يتقال في الإعلام، في إعلام رسمي للدولة. ده إعلام المصريين أو المتحدة هي اللي عامله لنا المنسي تامر مرسي، وفرحنا كلنا بيه، والشباب كلهم بقوا زي نفسهم، بقوا زي المنسي، وبقى أيقونة جميلة. أجي أنا أقول أمير مرتضى زيه زي أحمد المنسي؟ ما ينفعش، ما يرضيش ربنا، وما يرضيش ربنا أكتر هذا الصمت المطبق على الجميع. فالأستاذ عبد الناصر حتى الآن وأنا بكلمكم لازال في اسم الهرم ينتظر التوجيهات بخروجه، أو بعد ما خلاص مبقاش عليه أي أحكام وسدد كل حاجة وجاب الشهادات وسدد الغرامات، أو بقى التحقيق في البلاغات الكيدية وما إلى ذلك، بأهيب بمعالي النائب العام حمادة بالصاوي التدخل لعدم التنكيل بعبد الناصر زيدان، وبأهيب بمعالي وزير الداخلية التدخل لعدم التنكيل بعبد الناصر زيدان. لا يعقل أبدا إن حد راح يدفع كفالة جات له أحكام غيابية راح سددها وجاب الشهادات، حد عمل بلاغات كيدية في القاهرة وفي اسكندرية ومش عارف ايه وكلام من ده، وانتوا عارفين انها كيدية، احتجزه؟ طيب هقول على حاجة تانية. النهاردة واحد زي ده والدته اصيبت بكورونا، جوز اخته اصيب بكورونا، بلاش مش هنقول هو ماذا لو كان هو مصاب بكورونا وعدا الناس اللي في الاسم وعدا الناس اللي في النيابة، لكن هنقول حاجة تانية. ماذا لو لا قدر الله حد فيهم توفى؟ هل سيقف الأمر عند حدود القانون؟ ولا الدنيا هتتقلب وهتبقى بره القانون؟ أعتقد أن الأمور هتبقى بره القانون. فعشان كده لا يجب أبداً أن أشعر وأنا إعلامي وأدي رسالة إعلامية أن أنا بيتم التنكيل بي عشان مرتضى منصور مش راضي عني.